سلام الله عليكم. أسرة سلام مقبل أسرة نازحين من تعز. أسرة مكونة من 9 أشخاص، الأب والأم مع 7 الأطفال. طبعاً عايشين بغرفة، غرفة فقط 9 أشخاص. الغرفة إيجار ب 12,000 ريال. طبعاً 9 الأشخاص هذو يعني إضافة يعني أختهم جاء من تعز مع أطفالها ونزحوا لداخل الغرفة، يعني أصبح عدد 12 فرد في داخل غرفة واحدة. طبعاً الأب حصل له حادث والآن هو قعيد الفراش. لا يوجد لديهم طاقة شمسية أو إضاءة، لا يوجد لديهم أي مصدر دخل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنا أوجه رسالة إلى فاعل الخير، إلى الأيادي البيضاء الممدودة بالخير والعطاء، أن ينظروا إلى هذه الأسرة كما ينظرون إلى أسرهم، وأن يعني يشوفوا إذا في من يتبرع لهم يعني حتى بغرفتين وحمام، من يعولهم حتى شهريا طاقة شمسية، من يجد فاعل الخير يعالج الأب المريض الذي حصل له حادث. وجزاكم الله ألف خير.